نادي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم شفتوا امبارح أو أول امبارح، الحقيقة صدر بيان امبارح، صدر بيان من مجلس إدارة النادي الأهلي يتكلم فيه عن حفظ حقوق النادي الأهلي سواء من الناحية القانونية أو من كل النواحي. لو حضراتكم بتاخدوا بالكم من الكلام اللي احنا بنتكلمه معاكم هنا في ملعب الاهلي، هتلاقوا تقريبا الكلام اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيه هو ما يوازي قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. الاسبوع اللي فات انا وفي نفس هذا المكان وانا قاعد مع حضراتكم اتكلمت معاكم وقلت لكم ان الاهلي لن يلعب مباراه بيراميدز في الكاس يوم 28، ولكن النادي الاهلي يوم 28 فبراير، ولكن النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله ان هو يلعب مباراه يوم 28 فبراير في الدوري كما كان الاتفاق. الاتفاق ده مش ودي اتنين قاعدين مع بعض على القهوة وبعتين لبعض أو بيتكلموا مع بعض فقال له خلاص هنلعب يوم 28، لا ده ما حصلش. الاتفاق كان بخطابات رسمية ومراسلات رسمية ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وما بين اتحاد كرة القدم، وبالتالي كل اللي بيطلب النادي الأهلي إيه؟ ها؟ أسمع، كل اللي بيطلب النادي الأهلي أو كل اللي كان يطلبه النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت من أول يوم 6/2 أو 6/1 أنا آسف لغاية النهاردة هو شيء واحد فقط، أن يلتزم اتحاد كرة القدم بالجدول اللي مبعوث للنادي الأهلي بس. النادي الأهلي بالمناسبة النادي الأهلي لم يتعدى على حقوق أحد، النادي الأهلي ما بيعاندش مع حد، النادي الأهلي ما بيخافش من حد، النادي الأهلي ما بتفرقش معاه الحاجات دي خالص، ولكن النادي الأهلي بيفرق معاه شيء واحد بس، انه عندما يتم الاتفاق والاتفاق ده بمخاطبات رسمية ومراسلات رسمية ما بين مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة النادي الأهلي، وبالتالي يجب ان يتم تنفيذ هذا القرار. طول عمرنا تربينا على كده، يعني بعيدا بقى عن المخاطبات الرسمية والكلام ده كله، تربينا على ايه؟ ان اللي بيطلع كلمة من بقه لازم يعملها. انا شخصيا اتربيت على كده، اللي بيطلع كلمة لازم يعملها إلا إذا كان هناك ظروف قاهرة، وحضراتكم شايفين الحمد لله البلد ماشية في منتهى الأمان وفي منتهى الجمال وما فيش أي ظروف قاهرة. فإيه اللي حصل عشان يتم التغيير؟ محدش عارف حتى هذه اللحظة لماذا يتم تغيير مباراة في الدوري بمباراة في الكاس، أو لماذا يتم تأجيل هذه المباراة. كل اللي طالبه النادي الأهلي أو كل اللي كان يطلبه النادي الأهلي خلال الفترات اللي فاتت وآخرهم، مؤكد الكلام ده امبارح في بيان أمس، وبالمناسبة والله بعد ما بيان امبارح طلع لقيت على كل مواقع التواصل الاجتماعي نادي الأهلي انسحب من أمام بيراميدز، نادي الأهلي انسحب مش عارف. يا جماعة ونادي الأهلي من إمتى انسحب؟ النادي الأهلي إمتى في تاريخ النادي الأهلي إلا إذا كان هناك شيء فج يدعو للانسحاب أو للبعد عن هذه المباراة؟ ده أولا. ثانيا، هو مش النادي الأهلي لعب في بطولة الدوري والنادي الأهلي لعب في بطولة الكاس، يلعب ماتش أو ما يلعبش ماتش ده قرار مجلسه مش قرار حضرتك. الكلام اللي معلش انا لازم التزم يعني بوجودنا في قناه النادي الاهلي الحقيقه ونلتزم بالكلام اللي احنا بنقوله، لانه ما ينفعش نقول كلمه كده ولا كده علشان زي ما حضراتكم عارفين احد الاشخاص طبعا اللي كتب كتب مصدر في اتحاد كره القدم قال ايه؟ قال النادي الاهلي مش هيلعب في افريقيا او سيسحب ترخيصه افريقيا. تخيلوا حضراتكم الناس جهلة لدرجة ايه؟ جهلة، انا بتكلم بجد، جهلة. جيم ها جيم ه لام ته مربوطة، منتهى 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 العناد ومنتهى مجرد اي كلام عايز تطلع تقوله وخلاص. اللي قال الكلمة دي انا معرفش مين الحقيقة، ولكن اللي قال الكلام ده جهل، جهل باللوائح والقوانين. نادي الاهلي لعب في بطولة الدوري، لعب في بطولة الكاس، وبالتالي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده او اللي حضراتكم بتسربوه ده هو كلام غير منطقي، ينم عن جهل باللوائح والقوانين غير طبيعي الحقيقة. يعني طبعا اللي قال الكلام ده معروف، انا ما اعرفوش، انا شخصيا ما اعرفوش، لكن انا اكيد حضراتكم عارفينه، انا شخصيا ما اعرفوش، هو حامي حمى اتحاد كرة القدم. فإذا كان هناك حاجة تتقال في هذا الموضوع هي مفيش غير كلمة واحدة بس تتقال زي ما قلتها لحضراتكم كده، إن الناس مش فاهمة هي بتقول إيه
والله الناس مش فاهم زي قبل كده. هو الجمعة أجازة، أنا آسف إن أنا بكرر هذا الكلام ولكن هذه الحقيقة. هو الجمعة كان أجازة ولا مش أجازة؟ الجمعة بتاعت عبد الله السعيد هو كان أجازة ولا مش أجازة؟ على حسب الهوى وعلى حسب الدماغ. هو الاجتماع ودي ولا رسمي ولا تنسيقي؟ ما هو في حاجة جديدة دخلت اسمها تنسيقي. ودي ولا رسمي ولا تنسيقي؟ محدش عارف يعني. الكلام مجرد كلام بيتقال في الهوى وخلاص عشان الناس تسكت. متخيلين ان الناس في مصر او بلاش الناس في مصر، جمهور النادي الاهلي متخيلين ان الناس دي الناس اللي بتطلع تتكلم وتقول الكلام اللي هم بيقولوه ده، متخيلين الناس في جمهور النادي الاهلي ده مش فاهم مش واعي مش عارف؟ الناس ردت عليه في ثانيه في ثانيه. انا الحقيقه وانا قاعد كده يعني والله حطيت رجل على رجل كده، وكل فخر كل فخر بالفعل بالكلام اللي بترد واحد اتنين ثلاثة اربعه بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام كالعادة كالعادة زي ما بنعمل دايما. فكلام غريب جدا وكلام الحقيقة لا يصح أن يقال. هو حضرتك بتعند مع مين؟ هو حضرتك بتعمل كده ليه؟ هو حضرتك يعني بتعند مع مين؟ أنا نفسي أفهم أنت عايز تعند مع مين ولمصلحة مين وليه؟ بس هو ده اللي أنا عايز أفهمه. لو حد هيقول لي حاجة منطقية منطقية والله انا واحد من الناس، ما حدش هنا بيقول انا اقوله كذا وما تقولوش كذا، هطلع اقول الكلام اللي اتقال لي يا جماعه انا مقتنع بيه. لكن كل الناس اللي بكلمها او كل الناس اللي بتكلم معاها في الاتحاد ما حدش بيقول لي كلام منطقي الواحد يقدر يطلع يتكلم بيه مع الناس. ما فيش اي كلام منطقي بينفع يتقال. هو ما هو الا مجرد كلام 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 استهلاك كلام. يعني عايزين نخلص مكالمه يعني هو الكابتن اسلام كلمني فلازم ارد فرديت فعايزين نخلص المكالمه. والله بعد ما او نخلص الموضوع الجزء ده اللي هو اصله يعني ما انت عارف. انا عارف ايه؟ لا مش عارف، انا عايز اعرف، عايز حد يقول لي